أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم باللي راح نعرضه لكم أو باللي عندكم من مواضيع حتى نحكي بيها بالحلقة. في حال أتأمل الاتصال وياكم تقدرون تتصلون على واحد من الأرقام اللي موجودة بأسفل الشاشة. في حال ما تأمل الاتصال وياكم لأي سبب كان تقدرون تتواصلون ويانا عبر برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب الخضراء. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالمكان والاسم حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف التلوث، ونبدأ من محافظة البصرة ومرض السرطان وانبعاثات حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لأنه بسبب هاي الغازات والدخان الأسود الملوث للهواء نتيجة الانبعاثات الغاز الناجمة من عملية استخراج النفط في المحافظة، وكثرة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، يعاني الناس وأهلنا بمحافظة البصرة أشد معاناة، واللي تأثر سلبا على الأهالي وعلى حياتهم اليومية، وتسبب الكثير 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 من الأمراض لهم، وفي مقدمتها أمراض السرطان عافانا الله وإياكم. تعالوا نشوف هذا الفيديو. وجاي يدرون بينا، وهاي رابع مناشدة، وجايين كلهم ولا كأنما يردون يخلصون من عندنا. السيد وزير النفط، متى ينتهي التلوث بالبصرة؟ متى تنقذ أرواح العراقيين والبصريين؟ سنوياً 13,000 إصابة، يفترض هذا الغاز يعاد تدويره، وبالتالي تتقلص من 4 مليار سنوياً لشراء الغاز للطاقة الكهربائية، وتقدر تنقذ 13,000 مصاب سنوياً، وهذا الغاز راح تستفيد منه من خلال الشركة وإعادة تدويره. أنا اليوم ببسط العوائل بالدير، الدير جاي يعانون، زرعهم مات، حلالهم مات، الناس يردون يشمون هواء يطلعون يقول الشعلات ببابهم. هنا أنا أزيد من 150 عائلة جاي تعاني. من بيتكم كم مصاب؟ حكوا يا سيد وزير النفط. يا سيد وزير النفط خلصنا من النار. هذا تعليق الناس بمحافظة البصرة واللي راح نبقى بها أيضا في الفيديو التالي، لكن الفيديو التالي ما راح تكون بالمناشدة عن شعلات النار المشتعلة من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لا، نحن عندنا مواطن يشكو من تراكم المياه الآسنة اللي تحولت إلى برك ومستنقعات، هذا كله بسبب غياب الخدمات، بسبب الفساد الحكومي. وين بالدوائر الرسمية بمقدمتهن البلدية ومجلس المحافظة؟ تلف شبكات الصرف الصحي، أيضا قضية حرق النفايات أجلكم الله للزبالة بمنطقة المعقل قرب المدارس والمستشفى، هذا اللي هدد حياتهم اليومية وصحتهم الجسدية بالكثير من المخاطر والأوبئة والأمراض. تعالوا نشوف سوية النفايات، وهذا الكرمون المياه الآسنة موجودة بالمعقل قرب مدارس طبعا وبيوت سكنية، هذه بالضبط هي قريبة على مستشفى المواني، على المدارس أيضا هنا، وتشوفون هاي نسبة والهسة صاير فيها حريق، وهذا التلوث كله جاي يدخل على هاي المدارس اللي هنا، هذا يأثر عليهم أمراض الدخان، طلاب شلون راح يدرسون ما أعرف. أتمنى تتخذون به إجراء سريع، لأن الناس تجي تذب نفايات هنا، وبالإضافة إلى ذب نفايات هنا، وبعدين يصير أنه تنحرق. ليش؟ لأن ما أعتقد هم ماكو حاوية قريبة بهذا المربع اللي هي قريبة الفلكة اللي قريبة على المياه الآسنة، تسبب تسمم وأمراض باطنية وأمراض تحسسية جلدية. الهواء والدخان المنبعث من عمليات الحرق للنفايات تسبب أمراض تحسسية للجهاز التنفسي، إضافة لأمراض الجهاز التنفسي والصدر. يعني إذا تشوفون أنت أهم جزء بالإنسان اللي هو هذا اللي يعتبر الحياة كلها موجودة به، هو من فوق لجوا مهدد اليوم بالخطر، إضافة إلى الرأس. هذا الحال اللي دا يصير اليوم بالبصرة. محافظة البصرة هواية ناس طلعت وحكت وقالت احنا دا نعاني،
هواية ناس طلعت وحكت وقالت احنا تعبنا، هواية ناس طلعت وحكت وقالت شعلات الغاز، شعلات النار، الشعلة هاي دا تسبب مشاكل. وأنا واحد من الناس اللي قلت لكم لو استخدم العراق الغاز اللي حرقه ويخلص محافظة البصرة وباقي المحافظات من الدخان المنبعث ويخلص المواطن من تهديد صحته خصوصاً الأمراض السرطانية والتلوث، ومن الممكن أن يستفاد من توليد من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ويحل أزمة الكهرباء، لكن ما عندنا سياسي يفكر بهذا الموضوع. أبو مصطفى المساعد يقول والله من قضاء القرنة لقضاء المدينة الإصابات والوفيات بالسرطان لا تعد ولا تحصى نتيجة لاستخراج النفط والغازات المنبعثة منهم. خالي وابن خالي توفوا بنفس المنطقة واثنينهم شباب نتيجة لهذا المرض الخبيث، لكن لا حياة لمن تنادي. حيدر خيري: شمال البصرة عبارة عن خرابة، لا خدمات، لا مدارس، لا مستشفيات، لا كهرباء، كل شيء ماكو. فوق هذا كله تلوث بسبب النفط. محمد حسين: في قضاء بيجي بصلاح الدين انتشر السرطان مع عشرات السنين، إضافة إلى تلويث نهر دجلة بالزيوت والنفط. وأحمد النور يقول والله العظيم انتشار السرطان بالبصرة بشكل مخيف وبسبب التلوث. فكان هذا تعليق الناس على قضية تلوث الهواء نتيجة لحرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، وأيضا نتيجة لحرق النفايات في داخل المناطق السكنية، ما بين المناطق المنازل، ما بين المدارس، صف المستشفيات، وتراكم المياه الآسنة. قضية التلوث اليوم بالعراق هي قضية مهمة وحساسة وتحتاج إلى تدخل سريع وعاجل من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى تحل الموضوع، لأنه كل بلدان العالم تحاول تحارب التلوث إلا بالعراق اليوم دا يحاولون يزيدون من التلوث. شلون؟ ارتفاع درجات الحرارة تم إثبات أنه الحزام الأخضر وهي المساحات الخضراء دائر مداير المدن هو يساعد بالتقليل من ارتفاع درجات الحرارة. العجة أو العجاج أو العواصف الترابية، الحزام الأخضر أيضا يساهم في الحد من حدة العواصف الترابية، لأنه الأشجار تكون هي عبارة عن عامل عزل للتراب، كأنما منخل، فالهواء يطب والتراب يحشر بالشجرة. اثنين أو ثلاثة، النفط حرق الغاز المصاحب أثبتوا أنه مسبب للسرطان، والكل يعرف هذا الشيء، وملوث للهواء في وقت العراق يستورد الغاز من إيران ويحرق الغاز مالته. أربعة، تلوث المياه، تسمم، بلهارسية وكوليرا وملاريا والكثير من الأمراض والأوبئة، انخفاض مناسيب المياه، قلة الثروة السمكية إضافة إلى انعدامها في بعض الأماكن، الملوحة، التصحر، انتشار الطحالب السامة، هاي كلها تؤدي إلى تغير البيئة اللي موجودة في أحواض الأنهر والشطوط. يعني احنا بدنا نحكي عن قضية مهمة وهي قضية التلوث. بلدان العالم تفكر في أي حل وبأي طريقة أن تخفف من التلوث، واحنا مثل ما شفتوا زبالة بالأنهر وقواطي وبلاستيك، مياه آسنة، المجاري تنشمر بالبلاستيك، مخلفات المعامل الصناعية والكيميائية تنشمر بالأنهر، مخلفات المستشفيات الطبية تنشمر بالأنهر، مكبات النفايات على أبواب المدن والمنازل، طريقة طمر غير صحيحة خصوصا للمخلفات الطبية والإشعاعية، حرق النفايات بطريقة غير صحيحة يؤدي إلى كثير من الأمور، حرق الغاز يؤدي إلى كثير من الأمور. هواية من القضايا اليوم بالعراق على شيء اسمه بيئة، رغم أن العراق بوزارة اسمها وزارة البيئة، وبها وزيرة ووزيرة متعين اسمها وزير البيئة، وبها موظفين ومدراء عامين ويأخذون رواتب من الدولة، شغلهم ذولا من المفترض أن يحافظون على البيئة. البيئة يا هي اللي المفروض يقللون من عدها التلوث، بس يبدو أن وزير البيئة عنده أوامر، إش قد ما تسيد نسبة التلوث إش قد ما المالات تجيك بالحساب هواية. هيك دا الحسه. نبدي ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام ونروح إلى محافظة ذي قار وملف المدارس المتلكئة. وثقلنا أحد الناشطين من محافظة ذي قار
التلكؤ الصاير بوحدة من مدارس مدينة الناصرية وتحديدا منطقة مدينة الصدر خلف مركز شرطة الساهرون. بحسب المواطن المدرسة هاي متلكئة من سنين على الرغم من كثرة الوعود المتكررة من قبل المسؤولين أنه هاي المدرسة راح تكمل، إضافة إلى ذلك أنه هاي المدرسة تستخدم أو تبنى على طريقة البناء الجاهز. البناء الجاهز شنو هي؟ اللي هي مثل قوالب البسكت، الميكانو، الليجو، صبات كونكريتية جاهزة كاملة يجون يصفطوها واحد بصف الله بها طريقة ربط معينة يربطوها يكملوها، صفطوا السقف فوقها، ربط السقف كمل ما أعرف شنو، صعدوا طابق ثاني سقفوا كملوا انتهى الموضوع. هاي مو طريقة بناء تقليدية اللي هي بلوك أو طابوق واصعد بالطابق الأول وأعقد السقف وكمل السقف واصعد بالطابق الثاني وعواميد ومع عواميد وصب اسمنت وما أعرف شنو. لا، هاي المفروض الطريقة إذا ذيك تطول سنة هاي بشهر. تعالوا نسمع. رقم 1 مدارس 2016 اللي تعاقد عليها وزير التربية آنذاك محمد تميم، وهي مدارس الجاهزة. هاي المدارس عندنا أكثر من تقريبا بالمئة مدرسة على مستوى محافظة قار وبقت على وضعها، وهاي المدارس حولت إلى مكان لشرب الكحول أجلكم الله، ومكان أبناء المنطقة يشكون يقول أكو شغلات تصير غير أخلاقية بهالمكان، ودائما يقدموا شكاوي مركز شرطة الساهرون. وهاي المدارس شنو سببها؟ سببها الحكومات المتعاقبة اللي اهملت التعليم والصحة والبنية التحتية، وانتهت فقط على البوق مشاريع وهمية وسرقات وفساد، وعافوا طلاب أجيال يا أجيال دمار. شوفوا صار مكبل النفايات، أجيال بهاي المنطقة تحولوا يدرسون بعد كيلو عن منازلهم. السبب هو سبب عدم اكمال هاي المدرسة، وهاي المدرسة شوفوا مكان شرب الكحول صارت. مدارس الجاهزة هي العقد يعني المعرف عقد رقم، طبعا هذا ملف كامل بهيئة النزاهة، انا التقيت بمدير النزاهة وطلعت على تفاصيل به محافظة ذي قار، ملف كامل جاهز بس ما حد الان ما كذبوا مسؤولين حاسبوه قالوا عمي تعال. يعني المشكلة احنا البلد الوحيد بالعالم، يعني البلد الفاسد ما نعاقبه، احنا نكرم الفاسد. المدارس الجاهزة في محافظة ذي قار، وعلى سبيل المثال هاي المدرسة موجودة خلف مركز الساهرون القديم بالمدينة، خلف مركز الساهرون القديم بالمدينة هاي مدرسة موجودة. وأتمنى وزير التربية ومدير التربية ذي قار والحكومة تلتفت هالمدارس المتلكئة، 300 مدرسة على التنمية القانون وأكثر من 100 مدرسة على وزارة التربية من ضمن المدارس الجاهزة بقت على وضعها. هاي واحدة، وبالإسكان أكو وخلف السريع أكو، يعني احنا مركزنا به سابقا ب 2021 ورجعنا هسه حركنا شفنا معكم ونرجع ننشر على المشاريع المتلكئه وعلى الفساد وعليهم مال محافظه قار. ما طول عندنا نفس وعندنا صوت حر وعندنا لسان، نبقى ننتقد مهما يكون محافظ مهما يكون مسؤول. هذا مطلب شرعي من مطالب تشرين وهو القضاء على الفساد. ابان الحرب العراقية الإيرانية، العراق تعاقد ويا شركة فرنسية لبناء منازل في منطقة بغداد الجديدة قبال المسبح اسمها بيوت البناء الجاهز. هي عبارة عن بلوك سكني متكون من 400 وحدة سكنية، وأنا واحد من الناس اللي كان عندي بيت بيها. البناء الجاهز مال بغداد الجديدة، وذن البيوت اللي كانوا العراقيين يسموها بيوت قصة البقلاوة، انه بيت يشبه الثاني. كان البيت مكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وطابقين وعلى أحدث طراز، ما طول البناء بها سنة لـ400 بيت إذا مو أكثر. ليش؟ لأنه يقول لك بناء جاهز، الحديد ما سياد جاهز، الصب الكونكريتي ما الحياطين جاهز، السقف جاهز، الدرج جاهز، بس يصفطوه. ميكانو، فعليا ميكانو هذا البناء. اجى الكرين شال الحاجز رقم واحد، حط حاجز بصفه، حط حاجز ثاني، حط حاجز ثالث، ربطوه ببراغي معينه، ربطوه بطريقه ربط معينه، صبوا الاسمنت بين الحواجز، انتهى الموضوع وخلص وانتهى وراح الله وياه.
جابوا الطابق السقف كملوه خلص وانتهوا الله يا صعدوا الطابق الثاني وما المفروض عملية طول أكثر من أسبوع كبناء أساس أو كحواجز وراها يبدأ الفينيشينج اللي هو البيبان الشبابيك اللبخ القياعين الكاش ما أعرف شنو والمفروض أنت اختصرت مسافة طويلة اللي هي بناء هذه الحواجز الكونكريتية اللي هي الحياطين. أنت تخيل هاي المدرسة المتلكئة من سنين هم سقف الطابق الأرضي ما طالعين بي الفوق شو وقت راح يطلعون بي البصرة وبنفس السياق مدرسة متلكئة ثانية بمحافظة البصرة تحديدا قضاء شط العرب أحد الناشطين وثق لنا تلكؤ صاير بمدرسة الجزيرة الرابعة على الرغم من التخصيصات المالية المتوفرة وتساءل شنو دور الجهات المعنية وغياب المتابعة بالرغم من الحاجة الملحة لمثل هذه المدارس بالقضاء. بداية برعاية السيد محافظ البصرة المحترم الأستاذ المهندس أسعد العيداني شركة أورجو كروب للمقاولات بتنفيذ مشروع بناء مدرسة 24 صف للطوابق الجزيرة الرابعة الابتدائية المهندس المقيم مهندس أقدم مروى محمد علي. أوكي تمام. محافظة البصرة قسم إدارة المشاريع دائرة المهندس المقيم للمناقصة 184 للتربية سنة شقد 2019 من الجهة المستفيدة مديرية تربية البصرة من 19 وإحنا بال 24 تعالوا نشوف منطقة الجزيرة الرابعة في قضاء شط العرب وبناء مدرسة الجزيرة الرابعة الابتدائية. حقيقة هذا هذه المدرسة منذ عام 2023 شرعت هذه الشركة شرعت بالأعمال البناء لهذه المدرسة اللي هي عبارة عن قواطع كونكريتية يعني البناء الجاهز وتلكئت فترة من الزمن وعودة الشركة العمل. احنا اخوان اللي نطلبه منهم انه الان اكو عمل بالمدرسة ولكن نطلب زيادة وتيرة العمل لان هاي المناطق من اكثر المناطق يعني مظلومية مدارس ما بيها خدمات عامة ما بيها وخصوصا المدارس. يعني تصوروا هاي المدرسة اللي هي هاي المدرسة القديمة بيها آلاف الطلبة حقيقة يعني متكدسين وكل صف 100 إلى 95 طالب. اليوم صحيح أكو عمل بهذا المدرسة بس العمل إخوان بطيء. نطالب بزيادة الكادر نطالب بمضاعفة الجهود نطالب من المهندس المقيم أيضا متابعة هذا المشروع. إخوان مشروع حيوي اليوم المدارس أو التعليم مهم جدا خصوصا للناس الفقراء خصوصا لهذه المناطق الفقيرة المحرومة من أبسط الخدمات. اليوم من راح نوفر لهم بناية مدرسية جاهزة متكاملة حقيقة شيء يفرحنا ويفرح قلوبنا. اليوم علينا إخواني هاي بصرتنا هذا وطننا علينا أن نبنيه وعلينا أن نكافح من أجل بناء. إخواني أرجوكم زيدونا عدد الكادر أطلب من المسؤولين أيضا جولات الميدانية لمتابعة هذه الأعمال. المدارس هي أهم مؤسسات هي أهم مرافق للدولة. نطلب إكمال هذه المدرسة مدرسة الجزيرة الرابعة وأيضا باقي المدارس في محافظة البصرة وخصوصا في قضاء شط العرب. أيضا توجد الكثير من المدارس المتلكئة والخوف الأكبر السنة القادمة راح يكون عندنا دوام رباعي. إذا لاحظتوا بداية الفيديو أكو شغلة الشركة المنفذة بإدارة المهندس الأقدم مروى محمد علي مصفطي لي حواجز الكونكريت مثل أحجار الدومنة هاي اللي يسوون بها لوحات قاموا يوصلون 250 ألف و300 ألف حجر دومنة حتى يسوون لوحة ويجي يضربها بأصبعه ويوقعن وإحنا نتونس عليهم بالمواقع بانين لهم الشم وحدة. الحكي الأكبر إنه المناقصة بال 2019 بال 2023 يلا فكروا يبنون بال 2024 بعدهم محاطين حواجز كونكريتية بال 2025 احتمال يفكرون يجيبون الكرين حتى يشيل حواجز الكونكريتية 2026 احتمال يفكرون يحطون القواطع الجاهزة بمكانها 2027 احتمال يفكرون يسقفون وهكذا المنوال إلى أن نشوف هاي المدرسة شو وقت راح تشوف النور شو وقت راح تخلص. المشكلة اليوم بالعراق من 2003 لليوم إن كان ابتدائية أو متوسطة أو إعدادية
اكو اجيال تخرجت طبت الابتدائيه وطلعت هو بمدرسه كرفانيه، طب المتوسطه وطلع هو بمدرسه طينيه، طب الاعداديه وطلع هو دوام ثنائي وثلاثي. دولة منو يعطيهم حقهم؟ بس العتب مو بس على الشركة المنفذة أو المهندس الأقدم، العتب على البلدية وعلى قسم المشاريع وقسم الإعمار ووزارة الإعمار ووزارة التخطيط ووزارة التربية والمحافظة والمسؤولين دولة كلياتهم لازم يجي واحد يقشهم ببيك أب ويحطهم بمحكمة ويحاكمهم على كل الفساد اللي دا يصير بهاي المشاريع، خصوصا المدارس، لأنك إذا ردت أن تحيي شعب تبدي من هنا، وإذا ردت تقتل شعب تبدي من هنا، لأنه إذا ردت تحييه توجد بيئة مناسبة للتعليم، مناهج تدريسية رصينة، كوادر تعليمية ذات رصانة عالية، تعليمك يكون محترم بحيث بالمستقبل دول الأجيال يكونون هم بنات المستقبل محصنين بكم عالي من العلم. أما إذا تحب التجهيل مدارس متلكئة كرفانية طينية خيم بيوت أجار يطبون الجهال يدرسون بيها، مدارس ما بيها خدمات، مدارس آيلة للسقوط، والمنهاج غير رصين، والكادر ما مهتم، ومهتم الكادر بال 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 بالمدارس الأهلية وتارك المدارس الحكومية، فتخيل المستقبل إيش قد راح يكون أسود. الناس علقت على الموضوع، هاتف حسن العراقي يقول أهم ملف هو المدارس المتلكئة واللي فيها نسبة إنجاز، شنو السبب اللي تاركينها وأغلب دوام ثلاثي؟ علي البدري، خلون البناء هيكل ما يكملون المشروع كامل، يخليه ويطفر المقاول، السبب ماكو رقابة بين الحكومة المحلية والمركزية. عبد الزهر الحميداوي، لا أول مدرسة ولا آخر مدرسة، الفساد مستمر وبيعلم الجميع. وأبو حسنين الساعدي، 20 سنة وحكوماتنا تراوح بمكانها، وكل اللي يطلع بالإعلام يصدع روسنا بالإنجازات، هاي إنجازاتهم، أحزاب دمرت العراق. ويانا أبو عمر، حياك الله يا أبو عمر. وجمهوركم العظيم، حياك الله يا ابو عمر. اهلا وسهلا استاذ. المعروف عن يعني بالعراق او بالعالم كله، العلم نور والجهل ظلام، وكاد المعلم ان يصبح رسولا. هاي الشعارات اللي يعرفها العراقيين، احنا كنا في السابق، والمفروض على الحكومات اللي حكمت العراق يجب ان توضع هاي الشعار، لانه هو اللي تخلق اجيال وتخلق مجتمع تستفاد منه الحكومة ويستفاد من عدة الشعب. كان قبل كل العراق يعرف بأن المدارس الحكومية تتبع الحكومة، يعني كان موجود بها القرطاسيات والكتب والرحلات، وكان الطالب ما يحتاج أي شيء سوى أنه يكون شاطر ملزم بدراسة، يتخرج من مدة الابتدائية من المتوسطة وكل المراحل، من يتخرج بها يكون له مكانة بالمجتمع ومكانة يخدم الشعب ويخدم نفسه ويصبح له اسم رامز. يعني معروف عنا كثير عراقيين ناس تخرج من علماء، من قضاة، من دكاترة، ولحد الآن يعني قبل 2003 معروفين ناس كثيرين، وتبتت مكانتهم وتبتت شهادتهم وتعبوا على نفسهم بجهودهم، وليس بجهود يعني مدرسين، يعني أخذوا رشاوى واحترام من المدرسين، وليس أنه مدارس أهلية فاسدة دخلت مجرد أن يخلون بجيوبهم الأموال، وليست أنه على سياسة تتبع هاي الحكومة من يتخرج الطالب ويكمل الكلية، ومن يطالب الحكومة بالتعيين، ومن يطالب بنصافة بحقوقه أو من درجات العشرة الأوائل. يعني أنا أكون يعني تعبت على نفسي، فيا حكومة ليش ما توفيني؟ هذا دلالة على أنه بداية أساس الحكومة أنه من نشوفها هاي الدوام الثلاثي والدوام المزدوج، وفشل اللي قاعد صار عندنا بالتعليم، بانه هاي الحكومه فاشله، هاي الحكومه ليس انه العلم نور والجهل ظلام، هاي ما قاعد تسوي يعني فد خدمه للمواطن، تخلق اجيال وتخلق مجتمع. بل اليوم انت تشوفها بالعراق استاذ أفل، يعني كثير ناس وكثير انه من هذه الحكومه ناس يعني وصلت للقتل، ناس مجرمين، ناس سراق، ناس قاعدين يتخرجون
يعني فاسدين، ناس عندنا يعني بالكتل والاعتقالات يعني تخرجوا، اما الدراسه اما هاي الوظائف الاخرى هاي كلها ما دهدت الحكومه وما قامت تهتم اي شيء. ليش؟ لانه ما تريد انه الشعب يصير يعني ذات فكر، ذات يعني يتطور يتقدم. للاسف اليوم قاعد بس نشوف قوات امنيه او الحشد، يعني هاي لمتى احنا نظل هيجي؟ لمتى المجتمع العراقي يظل ما عنده اي تعليم وما عنده اي مكانه؟ ليش بدنا ناخذ يعني من دول سوريا وباقي الدول يجون هنا دكاتره ويجون عندنا ناس لانه يعني يعتمدون؟ ليش ما العراقي انه هو من يتخرج يطلب بانه حقوقه الى مكانته بالمجتمع؟ ليش؟ لانه ما عندنا اساس، لو كان عندنا اساس بالمدارس الابتدائيه لكان نهايته انه اساسه يعني يشوفها من الحكومه اساس جيد وبناء جيد لمجتمع جديد يخلق اجيال عظيمه لخدمه هذا الشعب. بس للاسف ايش تترجى من هيك حكومه فاشله دمرت الشعب ووصلته هذا اسفل السافلين؟ ما نقول انه حسبنا الله ونعم الوكيل. وتحياتي لك استاذ امل، وتحياتي شكرا لك. مفروض حلقه اليوم نسميها معاناه ذي قار والبصره بين مطرقه الاهمال وسندان الفساد، لانه حلقتنا اليوم ذي قار بصره ذي قار بصره ذي قار بصره، وهسه راح نطب بمحافظه ذي قار او نرجع لها اللي ما طلعنا من عندها اليوم، وراح نشوف فساد وسوء تنفيذ مشاريع خدميه. ونبدي من مدينه الالعاب في الناصريه بوسط تعجب المواطنين من استخدام مثل هاي المدن للالعاب بالسفرات المدرسيه بوسط المليارات اللي جاي تنصرف في الحال مثل ما راح تشوفوا بعد شويه. المواطن يتساءل عن محافظ ذي قار ويقول ادري المحافظ نايم قاعد وينتقد سوء مدينة الألعاب الموجودة بمدينة الناصرية وخطرها على الأطفال والأهالي بظل غياب أي خدمات بظل غياب أي إجراءات للسلامة بداخل أروقتها، وانتقد المشاريع المحالة للاستثمار بالناصرية وغياب المتابعة والإهمال المتعمد من قبل القائمين على هاي المشاريع. تعالوا نشوف الألعاب اللي داخل المتنزل اللي هي ماخذية استثمار زين بشرفكم، هي كل لعبة ب 3000 أو 4000 وما بيها سلامات العالمية ولا بيها تطور هاي الألعاب. زين أنتم بلدية الناصرية من انطيتوا هاي استثمار وكل لعبة ب 3000 وب 4000 وهنا حديقة الحيوانات تباوع بلف، ما أدري هذا يا أحد. زين أنا أريد أختصر الكلام بنقطة جوهرية، هاي الطلاب مال المدرسة اللي هم على الضفاف النهر، زين ذولا إذا غرق واحد من عندهم من المسؤول؟ من راح يتحاسب؟ يعني انتم امامكم بس الفلوس بس الاموال، مسوين مدينه العاب قديمه تقريبا المعدات او الالعاب الجايبينها هي قديمه من التسعينات او السبعينات. مدينه العاب حسب ما تعرفون مدينه العاب موضوعها شائك وطويل، ولحد الان ما كشفت الحكومه سبب عدم افتتاح مدينة العاب وانشاء مدينة العاب جديدة. لكن نسأل سؤال، هاي الطلاب اذا واحد غرق هسه بالشط من المسؤول عنه؟ هل يا ترى يتحاسب المستثمر داخل هاي المدينة داخل المتنزه اللي عنده العاب بسيطة اللي ما بيها علامات سلامة ولا تطور حالة حال الالعاب الموجودة بعض المحافظات؟ فسؤالنا الى المحافظ، يا محافظ تدري بالجاي يصير داخل المتنزل ولا؟ هسه البعض يقول لي ما عندنا مدينه العاب كذا، انا وياك بس يا اخي مثل ما جاي يشاهدون الدوله الطلاب المدرسه دول، هسه من يغرق واحد من عندهم منو المسؤول؟ منو اللي يتحاسب؟ طبعا راح تتحاسب اداره المدرسه لكونهم هم ماخذينهم سفره. فالسؤال يطرح نفسه يا اخوان يا محافظه ذي قار، اما يتم اغلاق هاي المدينه لان ما بيها علامات سلامه ولا بيها محجر على الشاط، وهاي الطلاب مثل ما تشاهدون جاي ينزلون جوا، يعني اعمارهم 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، هذا اذا غرق منو اللي يتحاسب؟ هذا الحال اللي دا يصير اليوم في محافظه البصره، عفوا في محافظه ذي قار. نطلع من مدينة الألعاب بمدينة الناصرية، نروح هسه إلى كورنيش الناصرية.
هذا الكورنيش اللي انصرفت عليه مليارات وكلف خزينة المحافظة مليارات، وبالأخير الأرضية مال الكورنيش، تخيلوا أرضية الكورنيش قاموا يستخدمون بورسلين، هذا اللي ما يتحمل ضغط عكس الأرضيات اللي من المفترض أن يشتغلون بها بأغلب الكورنيشات بالمحافظات البقية، واللي هي استخدام حجر البازلت لتغليف الأرضيات. والمعروف عن حجر البازلت أنه عازل للحرارة وعازل للرطوبة ومقاوم أيضا للضغط، عكس البورسلين المستخدم واللي يستخدم داخل البيوت، لا مقاوم للضغط، لا عازل للحرارة ولا عازل للرطوبة. تعالوا نشوف اللي دا يصير. كورنيش الناصرية، هذا الكورنيش احنا ديش فترة التزمنا على الأرضية وعندنا التحفظ على الأرضية البورسلين. طبعا رسالة للأمين العام، ورسالة لمدير صندوق أعمار ذي قار، ورسالة للحكومة المحلية في محافظة ذي قار، ورسالة لرئيس وزراء، آخر شيء إنزال الناصرية. احنا حاليا موجودين على الكورنيش وننقلكم الأرضية الكورنيش. احنا عندنا تحفظ واحتراز كبير على الكورنيش، انتم اشتغلتم من الزيتون حجس الحضارات وهذا ما يخالف، مشيتوا علينا. بس احنا شو نريد؟ نريد انتم اما تشتغلون من جسر الحضارات الى جسر السريع، تشتغلون نوعيه ارضيات مطابقات مواصفات عامه مثل ما اشتغلوا بمشهد الحضري بساعه الحبوبي. هاي تحمل هسه جبت لكم نوعيتين، هاي نوعيه بازليت، هذه نوعيه مقاوم للحراره، شوفوا المتانه مالته مقاوم للحراره عازل رطوبه يتحمل السوائل. هذا ما تجيب احنا بالكورنيش، هذا يتحمل، هذا اشتغلتوا هاي الارضيه، هذا بورسلين لا يتحمل الحراره ولا عازل رطوبه ولا مقاوم للسوائل، وهذا نوعيه شوف الفرق بينه، شوف الفرق بين هاي الارضيه وشوف الفرق بين هذا. باع شوف هاي، خلي العالم كله يشوفه، العالم كله يشوفه، شوف النوعيه اللي اشتغلوا بها بالكورنيش. انتم لو تشتغلون نفس هاي النوعيه ساحه الحبوب اشتغلتوا مشروعين للصندوق، هذا للصندوق وذاك للصندوق. انتم اشتغلتوا هاي الارضيه سابقا بالكورنيش مال الناصريه، سابقا بال 2010 اشتغلوا هاي الارضيه، هذا البوزلي سوى عزل قفع من الحراره وكسر. فرساله السوداني، دز لك لجنه وشوف قيس قياس السطح والنوعيه، هذا يتحمل، هذا مدته 5 اشهر والله العظيم، 5 اشهر هذه 5 اشهر. انتم لو تشتغلون هاي الارضيات هاي شبه اشتغلتوا بالساحة الحبوبية متانة ويتحمل عازل رطوبة عازل حرارة، هذا ما يتحمل. شوف جايبين أرضية، هذا شوف هاي الأرضية، هاي الكورنيش، هذا شوفه يتحمل، هذا يتحمل. هاي مشكلة فلوس مال محافظة، انتم لو تشتغلون شغل بيحة لو شغلكم تلزيق، اذا تلزيق هاي الشغل هذا خلي الأمين عام يجي واتحداهم مدير صندوق أعمال ذي قار، هاي اشتغلتوا بالحبوبي، ليش ما اشتغلتوا بالكورنيش؟ ليش ما اشتغلتوا؟ روح للشركة النفذة المشهد حاضر يقول لها عم تعاقد وياه بالأرضية، خلي اشتغل الأرض مال الكورنيش الأرضية. يعني اليوم اللي دا يصير بالعراق أنه هواية من الأمور اللي دا يستخدم بها مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. أنت لما دا تحكي على كورنيش، الكورنيش هو عبارة عن مكان بالخارج، شمس تضربه، رطوبة نهر، و هواية أمور أكو بي. فأنت بالصيف تحتاج إلى 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 مادة الناس ما تنشوي وهي تمشي عليه. البورسلين مادة عاكسة للحرارة والأشعة والأضواء والشمس، بداخل البيوت يستخدموها وما يستخدموها بكل البيت. البورسلين ما يستخدم بكل البيت، حمامات، مطابخ، ارضيه صاله لانه لمعتها حلوه، بس شط. اكو مواد اخرى تستخدم للشط اللي هي لازم انها تكون عازله. ليش عازله؟ لانه رطوبه المي اللي دا يصعد من جوا يا امشي. اريد اقول للمحافظ ذي قار، حبيب قلبي، احنا قاعدنا بيت على الشط بالعظميه، كل سنتين كنا نبدل الكاش مالته الى ان الحجي الله يطول عمره حفر القاع فرش عقير، دا نخلص من الرطوبة اللي تصعد من الشط للبيت حتى لا يكفع الكاشي. والكاشي مال البيت الكاشي القديم مو البورسلين. فقل لي بلا زحمة،
بالنسبة للشط من بلطة بارسلين، ايش راح يصير بالمستقبل؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق موجود ويانا من خضر الخفاجي يقول كل المتنازعات أنجزت من أجل السرقة، لا بها فلاح لا بها فلاح لا حارس لا إدامة. كاظم الموسوي، إهمال متعمد من قبل البلدية والغاية معروفة، فقط استثمار إيجارات حتى الرصيف هم استغلوه كرفانات. سيف الربيعي، لو أكو استمرارية بالإدامة ومراقبة من قبل البلدية ما كان وصل إلى هالمستويات من الإهمال. ويوسف المعموري، ماكو حملات بالمستوى المطلوب لكل المتنزهات. فكان هذا تعليق الناس فيما يخص الفساد في تنفيذ المشاريع في محافظة ذيقار. ملفنا الرابع، وراح نبقى حاليا بمحافظة ذيقار، وعندنا ناس بذيقار مواطنين يشكون من غلاء الأسعار، صعوبة المعيشة، ويا اقتراب شهر رمضان واستغلال بعض التجار برفع أسعار المواد الغذائية بظل غياب الرقابة الحكومية وعدم مساعدة الفقراء والمحتاجين. تعالوا نسمع رأي المواطنين من أبناء شعبنا العراقي، واللي نقول عنهم ولد الخايبة. عن لسان إحدى نساء مدينة الناصرية اللي حملتني أمانة وصلها للمسؤولين، الكل شخص السبب بارتفاع الأسعار للمواد الغذائية أو الخضروات. وهذه الرسالة تقول: من الله لا يوفقكم، الله لا يسعدكم، الله لا يطيكم، الله لا يهنيكم، إن شاء الله حوبة هذا الشعب بعوائلكم. وشوفوا من المتضرر من ارتفاع الأسعار؟ أبو وياي 11 نفر يا هي عايشهم، ومنين أجيب لهم؟ ما تقول منين أجيب من هاي ما لا عانة ولا فلس، وقاتلنا اليوع والكدر، وراح يشيلونا، راح يجيهم من الأيام، يعني ما عدنا منين نجيب؟ منين نجيب؟ بس قل منين نجيب؟ هاي العالم شوف هاي العالم شوف هذا بحال الضيم، بحال الكدار، بحال الدنيا كلها، يعني ذررنا مذره ما صايره ولا دايره بتاريخ الامه. قالوا لنا اكو طريق اروح عليه، اعطينا طريق خلينا نمشي غير بلد، اي خلينا نروح غير بلد. قبل ايام شاهدنا خبر تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر هنالك 600 طن من ماده الزيت منتهي الصلاحيه في مخازن وزاره الصناعه، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه معاقبه وزير الصناعه او الجهات المسؤوله عن ذلك. اليوم راينا معاقبه الشعب، معاقبه الفقراء بارتفاع سعر ماده الزيت، فحيث بلغ سعر البطل الواحد 4000 دينار، فبالتالي راح تتضرر الفقراء مثل ما جاي يشوفون التمن، الطحين، الزيت. فنناشد نحن ميسورين الحال، نناشد الجهات المختصة أن تلتفت إلى هؤلاء الفقراء. رمضان جاي وهلا هلا بالفقراء، هلا هلا بالناس معدومين الدخل، هلا هلا بالأيتام. هاي محافظة ذيقار، نطلع من ذيقار وين نروح؟ قلت لكم للبصرة. أحد الناشطين هناك التقى بعائلة، هاي العائلة تمتهن البيع بالشوارع حتى يبتعدوا عن الحاجة، يبتعدوا عن التسول، ويبتعدون عن السؤال. يعني اللي أقصده أنهم عائلة عايشين على الكفاف اليوم بيومه، حتى لا يصيرون بلهجتنا مقادي. بدال ما الحكومة تساعدهم، لا، قوات النجدة تطاردهم، علما أنه الابن مريض يحتاج إلى علاج، والأم مسنة كبيرة بالسن. لهذا طالب الناشط قائد شرطة البصرة الجديدة اللواء لطيف عبد الرضا أن يتدخل لهذه الحالة الإنسانية فوراً، وأيضا يطالب وزير الداخلية أن يقيل قائد النجدة اللي حسب قول الناشط سخر إمكانيات النجدة وعجلاتها الحكومية لحماية، نعم اسمع المن، لحماية زوجات بعض المسؤولين. تعالوا نسمع. اليوم خابرني من الصبح ولهسه وانا كنت برا مدينة البصرة، الموضوع ما فيه أنا وأمي نبيع لوتة وكنينة، عايم المحكمة، هاي عيدتنا، مو متسولين، مو متسولين، وأم خدوها وأنا عافونك. والعلت هسه والكنينة هداك ويم أمك، الكنينة والعلت، وهاي حالتنا وأنا مريض. من أعطيك علاجك اليوم؟ الله تبمه من هاي الدغلة،
من انت حياكم الله اعزائي المشاهدين، المناشده تحت انظار السيد قائد شرطه البصره. هذه العائله ما عندها غير الله وانا وبعد وياي اثنين من الشرفاء، بالتالي حطينا لهم سقف وجبنا لهم سبلت بالشتاء يصل عليهم من البرد، وبالحار يصل عليهم البلوك محشينه مثل ما تشوف بوصل. هذه العائله البصريه بامتياز وانا اعرفها واتكفلكم انتم بصريين. اي متكفلنا ما قطعتوا لنا ويتك وعملت انتم المفروض. عمليه سويت له علاجهم متكفلين به شهرين انا ومن خلال الاخوه، فبالتالي النجده والله وما ادراك ما النجده. النجده والله لو ادري بيكم مطبقين القانون على الكل و100% والله ما راح اكتب عليكم ولا يوم انا محتك بالقوات الامنيه ومناشدها وانتقدتها، بس انذليت حقيقه من الساعه بالتسعة اتصل على مدير النجده ويعلق بي، فبالتالي ما هذه الامه اللي عمرها 40 سنه تبيع كنينس وعلى باب الله وذابينها بالسجن من الصبح الله وهسه الساعه ب 12 وهي مريضه عندها غبره لها وكتر اللي ترى، وبالتالي مريضة ونايمة بالسجن. خلنا نكمل وحطوا بالكلي ومودود تحاليل وتونار كل شيء موجود بتنحنا مرض. في حال ماتت والدتي شو يقول لنا السيد مدير النجدة واحنا نتصل عليه وما يجاوبنا؟ السيد قائد شرطة البصرة اذا مدير النجدة يريد يطبق القانون على راسي، خير يروح الشارع الكويتي يشوف من اللي جاي يبيع من برا العراق، الناس قاعده ومتجاوزه وجاي يشتغلوا حتى يقيم ما عندهم، وكذلك البصره القديمه وكل مراكز الشرطه بالقران جاي يشتكون ويناجدون ويعانون من شغل النجده وسوء ادارتها. هذا الحال اللي دا يصير اليوم بالبصره. شرطه النجده او دوريات النجده هاي راكضه ورا الفقير، ورا الفقير المريض اللي عنده ذوي احتياجات خاصه اللي قادر يدبر لك لينس علج مي يبيع حتى ياكل ويشرب من وراهن وما يمد ايده للناس. هاي بدال ما الحكومه تتكفل بالفقراء تركض وراهم، بالمقابل دوريات النجده تركض على غير ناس تحميهم، بالمقابل الشرطه العراقيه تنهزم لما يصير نزاع عشائري مسلح لان تخاف، خصوصا اذا كان بين ميليشيات اثنين. فشوفوا الحال، كريم كلش يقول الله يكون بعون الفقراء الى متى يا عراق. علاوي البغلاني ربيع يقول ظلم الفقير وين يروح حتى الحكومة تحارب للفقراء البسطاء. أزر كربلائي والله مأساة هذا الشعب المسكين، إلى متى تبقى هذه المعاناة والحرمان والتمييز؟ هناك أصبح فارق شاسع بين طبقات المجتمع نتيجة الظلم وغياب العدالة، تجد الأثرياء المترفين بسبب استحواذهم على المناصب والدرجات والأحزاب بينما هناك أشخاص لا يجدون قوت يومهم. علي الوردي إلك الله يا الفقير، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من أوصل العراق وشعبه إلى هذه الحال. كان هذا تعليق الناس على قضية تعامل القوات الأمنية في محافظة البصرة وأيضا في ذي قار. قسم التواصل الاجتماعي سلط لنا الضوء على معاناة المرأة العراقية باليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة اللي وافق 8 من آذار من كل عام، وبعدها المرأة العراقية مسلوبة الحقوق واللي منحها إلها القانون والشرائع وسط أكاذيب حكومات ما بعد الاحتلال بتفعيل دور المرأة في المجتمع. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك.
بهذه المناسبة يوم المرأة العالمي هو الهاشتاج اللي تصدر منصة اكس، وجبنا لكم بعض التغريدات. عثمان المختار غرد وقال: بلا خجل أو حياء يكتبون التهاني بيوم المرأة وعشرات الآلاف العراقيات منفيات بالمخيمات، تحتل الميليشيات مدنهم ومنازلهم وتمنعهم من العودة. حنان عبد اللطيف: 8 آذار يوم احتفاء العالم بالمرأة وإنجازاتها والحث على دعم وتمكين المرأة، أصبح للعراقيات يوما لإعلان حجم الانتهاكات والمصائب التي واجهوها ويعانونها من حكومات أحزاب وميليشيات إيران الإرهابية الفاسدة. مالك: المرأة في سوريا تقتل وتغتصب، وفي فلسطين تقتل وتذل وتغتصب، وفي العراق يقتل أطفالها وتغتصب، وفي بورما تعتقل وتغتصب، وفي الهند تغتصب وتذبح، ويتحدثون عن يوم المرأة العالمي. أما الدكتور بشار سبعاوي: في يوم المرأة العالمي تحية إجلال وإكرام للمرأة العراقية الصابرة القوية التي تتحدى كل الصعاب وتضحي دوما لأجل الوطن. المرأة العراقية دوما سباقة في كل حدث، ففي الحرب العراقية ضد إيران ضحت بأولادها، وفي ثورة تشرين ضد الفاسدين أيضا كانت متواجدة هي وأولادها للدفاع عن العراق من الظلم والفساد والميليشيات. كانت هذه التغريدات كلها على هاشتاغ يوم المرأة العالمي. وفي الختام مشاهدينا الكرام، تحية إجلال وإعزاز وتقدير لكل أمهاتنا في العراق من شماله إلى جنوبه في 8 آذار في يومهم العالمي، يوم المرأة العالمي. ونتمنى أن يعيد الله عليكم العام المقبل وأنتم في أفضل حال والعراق متخلص من كل الشرور. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بإذنه تعالى باكر. انتظروني، في أمان الله.